السلام عليكم، انتم في مطبخ ناريمان. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم لي لازان. هادو انايا ما نعطيكمش المقادير، راح نديرهم مباشره. نبداو بسم الله على بركه الله. تحكمي ديري الزيت، سخني مليح، ديري اللحم المفروم تاعك. بسم الله، ديري كمية اللي حبيتي، كل وحدة دير على حساب أفراد العائلة ولا دير على حساب مقدورها. هكذا كل وحده تمدح كما تحب. ديروا فلفل، عفوا نديروا الثوم الملحي ولا ديري الثوم تاع الحب كما حبيتي. نديرو فلفل كحل، فلفل اكحل، زيديلو قزبر اختياري، انا نحب القزبر، ندير القزبر اختياري. القزبر اذا حبيتي ديريها ديريها، انا نحب نديرها. دوكا نزيدولو طماطيش، انا درت مش حبيبه الطماطيش. بسم الله، نزيد لها مور صغيره طماطيش مصبره، نزيد لها شويه السكر باش تنحي الحموضيه. هكذا مسموع صغيرة تاع السكر، تقدري تزيدي زنجبيل. هكذا نخليه يطيب. انا درت هنا الماء يغلي، ندير لي لازاين تاعي. انا عندي البلا هذا يدي لي كل وحده على حسب البلا تاعها، انا عندي البلا هذا يرفد لي 3 6. هكذا انا نحي 6، ديري بالزوج هكذا باش ما يتلصقولكش. ديري الماء والملح. بسم الله، وديري اللازان تاعك، ديري بالزوج تنحيهم. هكدا خليهم يغليو يطيبو شوية. طيب لك شويه هذه طوماطيش، ما الا تقطعت لك شويه معليش. دركا نزيدو زوج، نفس العمليه لازم نطيبو
زال لي الزوج هادو، نديرو دركا لاصوص بشاميل ولا لاكريم بشاميل، نديرو مغرفة بداية زبدة، نديرو مغرفة زبدة ذوبيها، تزيدي لها زوج مغارف فارينة، بسم الله تحمصي عندها شويه وتفرغي الحبيب. بسم الله نزيدو لها شويه الملح، عفوا شويه الملح، نزيدو لها فلفل كحل، هاي وجده انا بقولي هذا الزوج راني نطيب فيهم. عقدت نحيها دوكا نبداو باش نديرو، نزيد انا شويه الحليب لاصوص بيشاميل هذه، تشوفها عقدت لك زيدي لها شويه حليب، هكذا نديرو شويه بشاميل، نحطو عليهم الغزال تاعنا. المهم الا تقطعت لك عادي ما تخافيش منها، هكذا زيدي لها لا بيشاميل، زيدي لها كنا زيدي لها شويه، ديري شويه هكدايا تاع فرماج رابي، زيدي لها الحمام المفروم، نزيدو فرماج رابي، هكذا كل وحده تفنن المطبخ تاعها. نزيدو لها لازان هادو،
درجه، ديري اعلى درجه اللي عندك وتخليه يطيب وتعسيه، ما تغفليش عليه. انا كي طيب نولا بسم الله. اذا حبيتو تحمروه زيدو حمرو اكثر من هكذايا. عسو برك يتحرق لكم الفرماج. نتوما اللي حبيتو تزيدو الطبقات يزيد يجيكم خشين، هكذا يجيكم خشين، زيدو الطبقات هادو تاع لي لازان. هاو جا ما شاء الله. اللي عجبتها الوصفة تشارك في القناة، والسلام عليكم.